عجبتكم الخدعة صح؟ بس أنا متأكد أكو خدعة أكثر حتعجبكم، اللي هي خدع التيك توك. نعم يا أخوان، أكثر سلسلة مطلوبة مني بحياتي كلها وأكثر رسائل تجيني بالحياة، آيفر نزل تجربة خدع التيك توك. أوكي أخي، وصلت المرحلة المتابعين من يطبون ما يشيلون علي، ما يقولوا له آيفر شلونك لو شي، لا آيفر نزل خدع التيك توك. أخي يا أخي، متابعيني قاموا يحبوه أكثر من عندي، قاموا يحبون هاي السلسلة أكثر من عندي يا أخوان. فاليوم راح تكون عندنا يا أخوان حلقة جديدة من تجربة خدع التيك توك، جلتشات حلوة وفيديوهات جديدة راح نجربها بالتحديث الجديد. فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا شكرا جزيلا لكم، آيفر يمسح لكم مقطع جديد. خلينا نبلش يا أخوان، كل واحد يشوف المقطع يحط لنا أحلى لايك، ليش؟ نريد نوصل هذا المقطع 100,000 لايك لو تريدون حلقة جديدة. وأخير شي اشتركوا بالقناة يا أخوان، ما بقى كلش قليل علي مليون مشترك، وضيفونا على الانستغرام هنا وبس. حط لنا الانترو. اوكي يا اخوان، انا كلش متحمس للخدعه الاولى. الخدعه الاولى حتكون بالتحديث الجديد، خلينا نشوف انا وياكم. اوكي، الخدعه بيها باقي وبيها هذا المكان الموجود بوشنكي. اوكي، جليتش نزول تحت الارض. اوكي حلو، راح ينتظر اتوقع المصنع ينزل، مو المصنع، الدرج راح ينزل وراح يفوت. ايش راح يسوي؟ كم فوت السياره كلها، رجع لي ورا ونزل، صحيح رجع لي ورا ونزل من السياره لو شنو، ثواني ونزل. اوكي رجع لي ورا ونزل، حلو، اتوقع الجليتش حيكون سهل. اوه اوكي اوكي اوكي، اذا خلينا نروح نسوي. اوكي يا اخوان، بسم الله الرحمن الرحيم، بالبدايه طبعا نحدد المود اللي هو مود مهمه الاشعال، ونخليه سولو سكواد لو نخليه دو سكواد. اوكي خليه دو سكواد لان شويه صعب، لازم ندخل البوشنكي ونبلش ونقول بسم الله. والله ان شاء الله اليوم احنا ناويين على 4-0 يا اخوان، يعني كل شيء يا اخي كافي هالورقه، كل شيء بنطلع كافي. اوكي يا اخوان، بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا اليوم انا قافل 4-0، اليوم 4-0 اجيبها على التيك توك ان شاء الله. طبعا يعني اكو بعض الخدع حتكون صعبه بس ان شاء الله نجيبها 4-0. شباب السؤال راح يكون، اريدكم تجاوبون عليه بالتعليقات، شنو رايكم بالتحدي الجديد، عاجبكم ولا لا؟ انا صراحه عاجبني كل شيء، هوايته شو تقولون؟ اذا عاجبكم زين، شنو تحسون اكو مشكله بي او فتشي المفروض يضيفه؟ طبعا هذا وقعنا اني لك اي حل حل باع شلون نزل وياي زين بالبدايه. اول يا الله الطريق على بوشنكي. اوكي راح انزل هنا ادور على باقي واروح البوشنكي، طبعا راح اموت موت المره، ما راح نفتح العام، راح نصير حبابين لما نفتح العام. تعال لبس غراب انا اوريلك. الزلمه والرجال فقط مطلوب، رجال جاد ينزل لي بالمطار. تعال بالمطار. يلا يلا تعال تعال، رحت انجلد. يا اخوان اكتشفت انه اقدر اشر، شوفوا بالماوس. وات ورب الكعبه انصدمت. اوكي خلينا ننزل. لا 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 شوف اقدر اشرب الموس، والله انصدمت ما اعرف هاي الشغله. اوكي انا المفروض ما انزل، انا المفروض انزل بالطريق. اوكي خلينا نغير، خلينا نغير، لازم انزل بالطريق. شوف يا اخوان. اوكي ايفر لا سجال، شنو سياره يا اخوان، سياره منا منا، شنو هاي؟ سيارات ماكو. بلعنا بلعنا بلعنا، سياره ماكو، سياره ماكو ويا اما حد. بلعنا بلعنا بلعنا، في شيء باقي، في شيء يا اخوان، احس اللقمه قريبه ما اعرف ليش. هي لقينا باقي، لقينا باقي يا اخوان، خليني ارد اتحارش بيه. ايش طلبت عدي؟ ما موت. لا 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 انت شو ما متيت، انت انت شو ما متيت ايفر، يعني طلعت اكو باقي هنا، يعني جماعه اخذها فاضل الموضوع مو احسن. اوكي يا اخوان بس احنا نطبون البوشنك، طبعا راح نموت موته اليمه بس راح نحاول نسوي لاق لاق، راح نحاول نسوي علينا اولي. الناس النذر حبابين مو مثل قبل صاروا، الناس النذر حبابين مو مثل قبل صاروا. يعني انا بلا زعططه بلا، يعني هو يلا كله اخذت كل وبعدين يلا صعدت كونكر مثلا. يعني يا اخوان ما نريد نصعب على نفسنا، هاي اكو باقي هنا مو اها كلش حلو. بوشنك المره يعني شويه على طريق الطياره مو هواي يا اخوان، نريد نخلص من هي ونجيب النقطه بسلامه، نريد نجرب اصلا بس ما راح نتحرش بعد، حنروح بوجهنا قبل عش اسمي على هو هذا الولد. لا اهو 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 سبيك سبيك سبيك. يعني كافي بوشنك كل شويه على طريق الطياره يا اخي، والله لنزل اجلدهم والله. ايفر شغل اغنيه الحرب، عليها 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 بعد عليها اقول لك. ايه هسه فول انزل هنا اخذ باقي اروح اسوي الجلتش ما حد يدوخني، يعني عيب، يعني صار ما ادري كم مره حتى بعدني ما جربت. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم، اخواننا الجميلين هالمره راح اخليه اوتو جامب، انا مو ينزلني من واحده واني شنو، انا مجرد مرتاح. لا 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 لا، يعني والله تحس الموضوع بحقاره باللحظه اللي تكون بوشنكي على طريق الطياره، يعني مستحيل اقدر افوت جوه تطلع لي باقي. اول شيء القاه بالجيم باقي، اول ما انزل انزل على باقي. باللحظه اللي تكون بوشنكي بعيد عن طريق الطياره مو باقي، لا لا سياره ما تطلع لي اصلا. واخيرا لقينا السياره، بس بعد قد مشينا شوف شوف قد مشينا، يلا لقيت سياره. يا رب ان شاء الله اذا اكو تيم بوشنكي
يروحون للسكول. يا الله يا اخوان وصلنا لبوشنكي يا اخوان. لحظة الحقيقة يا رب ماكو احد يا رب. اويلي باع الصناديق. اوكي ذاكم ذاك. لا تجوا لا تجوا يمين لا تجوا يمين. شو يسوون ذول؟ يا رب يا يا الله يا الله يا الله يا الله. اوكي ها ايش ما صارت؟ لا 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 بلا شقه بلا شقه. هو هذا اصلا ليش ما يليس على كوتيم؟ اكو تيم. لا بلا شقه بلا شقه بلا شقه. لا بلا شقه ليش ما تصير وياي اني؟ بلا غدرات بلا غدرات بلا غدرات بلا غدرات. لا 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 طز. هاي النقطة تروح للتيك توك. طز و 100,000 طز و 700,000 طز و 3,000 طز و 5,000 طز. يا اخوان حاليا 1-0 للتيك توك حرفيا. طز لين تعبت نفسيتي ساعة اركض بال... خل نروح للخدعة اللي بعدها. اوكي يا اخوان الخدعة الثانية راح تكون مربوطة بالقطار. اوكي هاي الخدعة كلش حلوة ان شاء الله يا رب تصير وما اغدر الغدرة الثانية. لازم اخذ النقطة ونتعادل. شوفوا يا اخوان قبالكم قمز وقلت وصعده داخل القطار. اوكي طبعا طبعا هو كمل الفيديو كمل الفيديو لان راح يصير شيء. يب هسه راح يرجع نفس المكان وكاتب رجعوني محل ما طلعت لانه طلعت بشكل غير قانوني. طبعا اكو احتمال الخدعه تصير بغير شكل انه مثلا ما ادخل بنص القطار اصعد فوقه ويكمل القطار. هاي مو مشكله هاي عم تعتبر نقطه فخلينا نروح نسويها. طبعا المكان اللي سووا بيه الجلتش اتوقع كان هنا. اوكي كان هنا فراح اسويه بنفس المكان ضبط. هاي النقطه لازم نجيبها يا اخوان لازم. ما راح اصير اعصاب انا ما راح اصير اعصاب حصير حبه. ها لا ما ثابت صح صح هايفر صح 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 صح. اوكي خامس راح بس هو كل ما يتاخر يجي بسرعه. شو كثر شو اويلي باع الغدره بابا اسمعوا نزل. اي اي نزلوا بالاوبن. اي نزلوا بالاوبن نزلوا بالاوبن. اويلي 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 سلاح سلاح بسرعه سلاح. لا لا اهو بابا بابا ولا سلاح باي بيت بابا بابا. شوف 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 اختلافيه بابا عجيب والله عجيب. سلاح ماكو. شلون سلاح ماكو؟ شلون شلون بيتين ما بيه سلاح؟ بس على مود يلحقون يروحون للمطور ينهزمون. ماكو سلاح ماكو مستحيل. انهزمه مو انهزمه اخذ المطر وانهزمه نعلى على. يا اخوان اوكي خلينا نركز بالجلتش حاليا. اخ يا ابو صرت اعصاب والله لما لقيت سلاح مستحيل. هذا بوت نازل ماكو شيء لوت البوت. هو ينزل ينزل على الدم فور وانا اللي ملوت ثلاث بيوت دفرات لاقي اوزي. لا لا هينك ارد اخاف اخاف اروح اخذ فور ويجي يجي 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 هرب. قلت لك اللعبه عباره عن اختلافيه. لك اوقف لك اوقف لك اوقف يا ولو. لا لا انا اصلا انا بايع القضيه. انا تعبان انا تعبت تعبت. يا الله كل اللي نسوي من يتقرب علينا نقمز ونبقى نمشي. 1 2 3 صعدت فوقها بس نزلت. لا يلا طز طز هاي محاوله اولى. انا قلت لكم اذا صعدت فوقها واذا دخلت بنصها مو مشكله. هذا بالحالتين يعتبر لي جلتش لان اثنيناتهم يعتبرون نفس الجلتش يعني. اوكي يا اخوان محاوله ثانيه محاوله ثانيه. بسم الله الرحمن الرحيم نقمز. يا الله يا الله يا الله يا الله. ايه صعدني صعدني. ايش بيكم انتوا ايش بيكم اليوم ايش بيكم وياي؟ يا الله بسم الله اقمز. ايه لا 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 يعني بس 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 حقاره و... ايه يا اخوان صارت. جت سياره جت سياره من هناك طبعا. يا اخوان والله صارت ابو اخر محاوله. يس اوكي يا اخوان حاليا 1-1 اللي هي 1 للتيك توك. حنروح للخدعه بعدين الخدعه الثالثه نريد نجيبها على مود تصير 2-1 ونقدر نقول نتقرب من الفوز فخلينا نروح نجيبها. اوكي خذ على بعدها جلتش الخلود. اوه ويا واحد هو انا مو ويا واحد. اوكي رجع السياره رجع السياره. شو صار صار ثواني رجع السياره. هو صعد لي ورا وراها ما سوى شيء بس هيك صار. طبعا المشكله انه هو ويا احد واني وحدي بس راح احاول اسويها وحدي مو مشكله. شوف التحضير هاي الخدعه حيكون سهل. كل اللي احتاجه باقي لا احتاج اروح المنطقه ولا شيء. باقي واروح القطار. شوف يا اخوان عندي احساس راح القى الباقي هنا. باقي والله باقي. لك شنو اني لك شنو اني. لا تقتلني لا تقتلني ها لا سوي جليش. انا على راح ارجع اني وارجع لي ورا وابقى واقف. ايش راح يصير؟ والله صار يا اخوان. لا 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 والله صار 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 بس لازم احد يسوق وياي. والله صار. اوكي 2-1 اخذت النقطه 2-1 صار والله. راح ارجع وارجع لي ورا وانتظر ورا ما يتحرك القطار. انا راح اصعد فوق قلتش واصعد فوق. لو احد يسوق وياي ابقى فوق. تخيلوا كل شيء كلش رهيب. واو اول اول ما يصير
بس باع البوت، بس باع البوت. اوكي يا اخوان حاليا 2-1 اللي هي، وخلينا نروح للخدعه الاخيره. اوكي الخدعة الأخيرة هي خدعة شكلية اللي هي شوفوا بالمصنع مال تسلا جاب السيارة وسد الباب، ما ادري شلون يسد الباب صراحة، بس سد الباب هيجي وقسم للسيارة منه. والحلو بالموضوع شوفوا انه من يصعد السيارة يصعد لي قدام، هو يبقى لي قدام اوكي يعني جو، من يرجع لي ورا يطلع برا. تشوفون شلون حلو بالموضوع، يقدر يبدل أماكن. فخلنا نروح نسوي تشالنج للونسي. هذا بعد حاقد على أهلي، بعد حاقد على أهلي هذا، يقول له حموت يا ولو يا كنت ما تخافون الله، ايش تريد روح على غرحة. راح أسويها بنفس الجيم أكملها لأن صراحة طولنا هواية، صار لي بالتصوير تقريبا ساعتين ونص فرد اخلص. اوكي خلينا نوقف السياره بالنص، نروح نحاول نفتح الباب من فوق. ما اعرف شلون نسد الباب صراحه، بس نحاول نروح. هو داس هاي دق وسد الباب لو شنو؟ هلا اتوقع من تنصنع التسلا يسدون الباب لو شنو؟ لا حول الله، يعني البوات هذي كافي 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 كافي. لا يا اخوان لا والله حرام، بلا دقات ناقصه امانه، بلا دقات ناقصه. لا يا اخوان لا 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 لا, لا. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't